كيف جاء الأبيض والأسمر والأسود والعيون ملونة والعيون مسحوبة كلهم هدول من آدم عليه السلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سلطان حبادي، واليوم الحلقة الثامنة أظني، والحلقة الثامنة من البداية والنهاية. قاعدين نجري جري يا جماعة الخير، أنا أحس قاعدين نجري جري حرفيا، وإن شاء الله تكونوا مبسوطين في الحلقات. قبل ما نبدأ لا تنسوا تشتركوا في القناة وتضغطوا زر التنبيهات، ويا جماعة الخير خلينا نوصل 10,000 بإذن الله قبل رمضان. نقدر نوصل 10,000 قبل رمضان مرة ما يبي لها، يعني قبل ما ينتهي رمضان مقصد، يعني صراحة أتمنى ما نحرم من دعمكم، وإن شاء الله تكون السلسلة مرة عجبتكم. ويلا نكمل بالحلقة على طول. قلنا في الحلقة اللي فاتت لما جاء الطوفان العظيم في الأرض وطهر الأرض من كافرين البشرية كلهم، استوت سفينة نوح في جبل الجودي، ولما نزل نوح عليه السلام بنى مدينة اسمها مدينة 80، قيل انه سماها على عدد الموجودين في السفينة. وفي نفس ذاك اليوم صاروا اللي في السفينة كلهم يتكلموا 80 لغة، كل واحد يتكلم لغة خاصة فيه، ما حد صار يفهم الثاني، ومن ضمن اللغات اللي يتكلموها اللغة العربية. وزي ما قلنا ما حد فاهم الثاني، بس نوح عليه السلام هو اللي كان فاهمهم كلهم. وقيل وقتها ان الله سبحانه وتعالى كلم نوح عليه السلام وقال له اخرج من الفلك انت وجميع الناس اللي معاك حتى الحيوانات كمان لينمو ويكبروا في الارض. فخرجوا بالفعل، وابتنى نوح عليه السلام مذبحا لله، واخذ من جميع الدواب الحلال والطير الحلال فذبحها قربانا لله عز وجل، وعهد الله سبحانه وتعالى انه ما يعيد الطوفان هذا مره ثانيه في الارض. وكانت تذكار الميثاق هذا هو قوس قزح او قوس الرحمن، واللي دوب قلتها هذه كلها اسرائيليات. وقيل بعدها جات الانسان بعد ما هبط نوح عليه السلام، فكل اللي في الارض اللي تشوفوهم انت وانت والناس اللي في امريكا والناس اللي في اليابان والناس اللي في السعوديه والناس اللي في مصر كلهم يرجعوا الى ابناء نوح عليه السلام الثلاثه اللي هم سام وحام ويافث. لانه يقول لك الله سبحانه وتعالى ما جعل الناس اللي في السفينه اللي مع نوح كانوا ما جعل لهم نسل، يعني كانوا عقيمين ما يخلفوا، فقط نوح عليه السلام واولاده هم اللي كانوا يخلفوا. فولد سام في ولده البياض والأدم اللي هم العرب وفارس والروم، وولد في يافث الشقرة والحمر اللي هم الترك والسقالبة ويأجوج وماجوج، وولد في حام سواد وبياض قليل اللي هم القبط والسودان والبربر، واللي دوب قلته قول العرب. وبعدها قسم نوح عليه السلام أولاده في مناطق متفرقة، فجعل سام في وسط الأرض أو جنوب الجزيرة العربية، وجعل لحام غربي النيل أو أفريقيا، وجعل يافث في شرق آسيا. وبكذا جات الألوان المختلفة والأشكال للإنسان. وفي أقوال علماء قالوا ما صار لا تقسيم ولا حاجة، الموضوع كله من التغيرات البيولوجية، فكلها تغيرت على حسب البيئة اللي كان يسكنها الإنسان. بعدها ولد حام شخص اسمه كنعان، وكنعان هذا هو أول من رجع الأرض إلى عمل قوم قابيل المفسدين اللي قلناهم في الحلقات اللي فاتت، فعمل الملاهي والغناء والطبول والمزامير والصنوج وأطاع الشيطان ولعب بالباطل. وبعدها أخو حام سام اللي هو كان في الجزيرة العربية جاء عمر جنوب الجزيرة العربية واستقر فيها، وبعدها بفترة صارت شركيات في جنوب الجزيرة العربية تحديدا من أحفاد سام بن نوح عليه السلام، فأرسل لهم الله سبحانه وتعالى نبي جديد، نبي من أحفاد سام بن نوح عليه السلام. والنبي هذا قيل هو من أوائل الناس اللي تكلموا باللغة العربية، وقيل في عهده جاء بربر، هو البئر المشهور هذا اللي يقولوا فيه جن والناس اللي تروح له ينقطع لسانهم وأشياء كثير. خلينا نرجع حبة شوية. فلما استقر سام بن نوح في جنوب الجزيرة العربية أتى لسام ولد اسمه إرم، ولإرم جاله حفيد اسمه عاد. وفي ناس قالوا انه إرم هذه مدينة من الذهب والفضة وتنتقل بين البلاد، هذا كله غلط وما له دليل. خلينا نكمل انه هذا إرم اسم شخص وحفيده هو عاد، ومن عاد هذا جو قوم عاد، فقوم عاد ما خلق الله سبحانه وتعالى زيهم في قوتهم وجبروتهم في ذاك الزمان، وكانوا عرب يسكنون الأحقاف، يسكنوا مكان اسمه الأحقاف، والأحقاف هي جبال الرمال الممتدة، جبل كذا من الرمال ممتد، وكانت بين اليمن وحضرموت وعمان ممتدة لين البحر. وعاد الأولى هم أول قوم عبدوا الأصنام ما بعد ما جاء الطوفان العظيم هذا، وكانوا أشد الناس في عهدهم من البطش والقوة والخلقة والشدة، جبارين، وكانوا طوال القامة، وكان عندهم 3 أصنام يعبدوها، عدا وصمودة وهرة، وكانوا القوم يعيشوا في الخيام ذوات الأعماد الضخام، وكان في منطقتهم أودية قيل إنه عددها 7 أودية. فلما كانوا كذا في شركيات وأعمالهم وعبادتهم للأصنام، بعث الله سبحانه وتعالى أخوهم هودا عليه السلام، وقيل نسبه هو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام، واللي قال هو اسمه عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. وقيل إنه هود هو أول من تكلم بالعربية، وفي اللي قال لك لا أول من تكلم بالعربية هو نوح عليه السلام، وفي اللي قال لك لا أول من تكلم بالعربية آدم عليه السلام، والله أعلم. بس معلومة كده وسطية، العرب اللي كانوا قبل إسماعيل عليه السلام كان اسمهم عرب عاربة،
أما إسماعيل عليه السلام اللي هو ولد إبراهيم عليه السلام اسمهم عرب مستعربة، والعرب العاربة اللي هم زي قوم عاد وثمود وجرهم وغيرهم، أما العرب المستعربة هم من بعد إسماعيل عليه السلام. المهم وقت ما صارت الشركيات جاءهم هود عليه السلام وكان يدعوهم لله سبحانه وتعالى، وطبعا عاد الأولى كذبوه، إيش تبى أنت يا هود؟ جاء جيتنا في وقت نحن بنعبد أصنامنا، وتراك الشيء اللي قاعد تدعونا له سفه بالنسبة للشيء اللي قاعد نعبده الآن، عند الله إيش قاعد تقول أنت يا عم في حياتك؟ وقتها قوم عاد جابوا العيد لمن قالوا يا هود لا في بعث ولا في ما الكلام الفاضل اللي قاعد تقوله ده اللي هو البعث ما بعد الموت، انكروه واستبعدوا المعاد وانكروا قيام الاجساد وقالوا ما في بعث بعد ما يصير الادمي تراب وعظام، وقالوا في الاخير هيهات هيهات. فكان يرد عليهم عليه السلام يا قوم ليس بي سفاهة وانا رسول من رب العالمين وانا اشهد اني بريء من اللي قاعدين تسووه واللي قاعدين تعبدوه. فالقوم كانوا يطنوا شهود عليه السلام ووصلوا من الجبروت والقوة انهم صاروا يبنوا قصور، قصور هائلة وابار مويه كثير على اساس انهم ايش خالدين في هذه الحياة، بيحاولوا يصنعوا شيء يخليهم خالدين في الحياة هذه من كثر حضارتهم وجبروتهم. فكان هود عليه السلام يقول لهم تبنوا هذا كله وبالأخير تسكنوا الخيام. وقتها تحداهم هود عليه السلام وقال لهم أتحداكم أنتوا وآلهتكم إنكم تمسوني بسوء. فما قدروا وقعدوا يقولوا خلاص يا هود، خلاص يا هود أنت جيتنا عشان نعبد الله، وإذا أنت كنت صادق أتحداك تجيب لنا عذاب، لأنه بيني وبينك ما حد يقدر يعذبنا لأنه نحن أكثر الناس قوة وشدة وفي الخلقة وفي كل حاجة يا هود. فقال وقتها هود عليه السلام بهذا القول اللي قلتوه أنتم مستحقيتم الرس والغضب من الله سبحانه وتعالى، فانتظروا العذاب. وقتها دعا هود عليه السلام وقال قال رب انصرني بما كذبون. فوقتها منع الله سبحانه وتعالى عليهم القطر لمدة 3 سنوات ما يجيهم مطر. فوقتها بدوا يحفروا الآبار ومنها بئر برهود عشان يجيبوا الموية من تحت الأرض، وكانوا يروحوا عند آلهتهم ويدعوهم اللي هم الأصنام ويدعوهم. فانقطاع المطر كان هو أول خطوة للعذاب. فكان القوم يحفروا الآبار زي ما قلنا ويدعوا آلهتهم وكان ينتظروا المطر يجي، خلاص ضامنين إن المطر جاي، بس متى جاي؟ هو جاي، آلهتنا حتجيب المطر هذا. وقعدوا يستنوا 3 سنين. فبعد 3 سنين كذا شافوا سحابة ممطرة، والسحابة هذه في رواية إنه جزء من قوم عاد في يوم من الأيام كانوا في الحرم وهم اختاروا هذه السحابة أساساً إنه تروح للقوم كاملين اللي هم قوم عاد كلهم. المهم جات هذه السحابة في منطقتهم في الأحقاف. فوقتها راح عند هود عليه السلام يا هود شفت كيف ما في لا عذاب ولا حاجة يا شيخ، جات السحابة وما في لا عذاب، بالله يفكنا يا شيخ من كلامك الفاضل اللي قلته أول، فدحين حتمطر على أوديتنا ويصير عندنا موية لا نهائية. فإذا بهذه السحابة كانت عذاب بالنسبة لقوم عاد، جاتهم ريح صرصر عاتية قوية باردة من هذه السحابة تدمر كل شيء في, 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 في القوم، لدرجة صارت ما يرى إلا بس مساكنهم، بس المساكن اللي كانت ترى من قوة الريح وقتها. تخيلوا لدرجة هذا الريح كانت ترفع الشخص من قوم عاد وتطيحه في الأرض وتخع راسه ويصير كأنه أصل نخلة مقروص في الأرض. فدمرت هذه الريح وقعدت عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، تخيلوا 7 ليال و8 أيام من العذاب. فأهلكت ناس مرة كثير من قوم عاد، تقريبا قيل أنه كلهم. فوقتها اعتزل هود عليه السلام والذين آمنوا، لما دعاهم هود عليه السلام آمنوا شوية، فاعتزل هود عليه السلام والذين آمنوا وراحوا ونجاهم الله سبحانه وتعالى من هذا العذاب. قيل وقتها بعد ما أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأهلك قوم عاد، كان باقي كذا قليل شوية من قوم عاد اتجهوا من الأحقاف إلى شمال الجزيرة العربية. أما في جنوب الجزيرة العربية بعد الهلاك جاء شخص اسمه يعرب بن قحطان سيطر على المنطقة ورجعت المنطقة لعبادة الله مرة ثانية. أما من الناس اللي هاجروا لشمال الجزيرة العربية طلعت منهم برضو قيل سلالة برضو كمان من سلالة إرم اسمهم عاد الثانية في منطقة الحجر برضو أشركوا بالله. فلما كانوا هناك وشرك بالله وكذا أرسل لهم الله سبحانه وتعالى نبي جديد. مين تتوقعوا هذا النبي؟ حقول من هو في الحلقة الجاية من البداية للنهاية. ولا تنسوا تجوني في موقع التواصل الاجتماعي جماعة الخير في الرابط تحت في الديسكريبشن، والسلام.